اهتفوا للشعب إن الشعب جيش لا يذل. ننتصر أو ننتصر، خيران لا ثالث لهما بالنسبة لثوار فبراير، الثوار الذين لم تهن عزيمتهم رغم مرور 7 سنوات من الغدر والانقلاب والحرب. انفجرت ثورة 11 من فبراير في عام 2011 بحثا عن مواطنة متساوية ودولة ذات سيادة، لكن نظام صالح انخرط في مسار الثورة المضادة التي صنعت كردة فعل على الربيع العربي. بدأ الغدر بثورة فبراير مع مشاركة ميليشيا الحوثي في ساحاتها، كانت ثورة طيبة وقلب غفور سكن الحوثي في قلبها ليطعن عقلها السياسي في الوقت الذي كان صالح يمطر أطراف فبراير بالدم. فخامة الأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير عبد الرب منصور هادي. حصنت المبادرة الخليجية صالح من العقاب بعد أن خلعته فبراير من السلطة. شارك بعدها الحوثي في الحوار الوطني كغطاء سياسي لتمدده المسلح. ومع انتهاء الحوار كانت خطة الثورة المضادة مكتملة تنتظر التنفيذ. لم ينتهي العام 2014 إلا وحليفاء الثورة المضادة المخلوع صالح وميليشيا الحوثي قد نفذ خطة الانقلاب على الشرعية، الخطة التي وفق مراقبين رعتها الإمارات والسعودية في ظل تفرج مريب من إيران. لكن خروج تحالف الانقلاب عن سكة قطار الخليج باتجاه إيران فرض على السعودية شن حرب واسعة عرفت باسم عاصفة الحزم، هدفها المعلن استعادة الشرعية. مقتل صالح بيد الحوثي وانقلاب عدن بدعم التحالف ووقائع سياسية وميدانية أخرى دللت وفق مراقبين على أن تحالف دعم الشرعية لم يأتي فقط لتأديب انقلاب صنعاء، بل أيضا لضمان عدم انبثاق فبراير مرة أخرى في اليمن. لكن شباب فبراير يؤكدون بإصرار أن ثورتهم ما خلقت إلا لتعيش وتنتصر.